هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تواصل. ضمن احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال 67 نظمت وزارة الثقافة والإعلام مهرجان الأغنية الوطنية للشباب، بعد ذلك برعاية وتشريف وزير الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر، وبحضور وتشريف والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب عدد من الجمهور زينوا سماء المسرح القومي أم دربع. كاميرا تواصل سلطت الضوء على مهرجان الأغنية الوطنية للشباب التي جاءت تحت شعار يلا نغني. سلام غايتنا سلام، حرية سلام وعدالة. سلام غايتنا سلام، حرية سلام وعدالة. للعالم كله رسالة، للعالم كله رسالة. لا جهوية ولا غبلية، لا جهوية ولا غبلية. أمة موحدة سودانية، أمة موحدة سودانية.
الياس نمسح دمع المتوجع. سلام بجد حيكون اساس نمسح دمع المتوجع. اسكت يا ناس صوت الرصاص يا ناس صوت الرصاص.
بحبك يا ساعتك قلبي شمر شبابنا ويا أهلنا يلا يلا يا شبابنا ويا أهلنا من شمالنا ولجنوبنا من سرنا ولغربنا من شمالنا ولجنوبنا من سرنا ولغربنا الحوار يصبح طريقنا للسلام والتنمية عنوان للحضارة والتنوع في تراثنا كملوا مردوم سيرة والتنين نقال ناسنا فاتنا عنوان للحضارة والتنوع في تراثنا
الشعوب مرفوع راسنا السكر وهضبنا فيه بنقول مرفوع راسنا الحوار يصبح طريقنا للسلام والتنمية أهلي وشبابنا بفنوننا وبقلبنا الحوار نمشي في طريقه يبقى دستورنا وأملنا يلا يا أهلي وشبابنا بفنوننا وبقلبنا الحوار نمشي في طريقه يبقى دستورنا وأملنا والتنوع لو ندينه بالهوية نعيش بلدنا والتنوع لو ندينه بالهوية نعيش بلدنا الحوار يصبح طريقنا السلام والتنمية يلا يلا ويلا يلا يا شبابنا ويا أهلنا يلا يلا ويلا يلا يا شبابنا ويا أهلنا من شبابنا وليجنوبنا من شريكنا ولقريبنا من شبابنا وليجنوبنا من شريكنا ولقريبنا الحوار يصبح طريقنا للسلام والتنمية الحوار يصبح طريقنا للسلام والتنمية السلام والتنمية ما بيموت أبداً
قضيه حاضر الشواق القديمه كل مع الزهره الهني وجعت الغربه الاليمه عم بلا وجعت الغرب الأليمة عملا جرحني يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سوداني وانت نسمة الفوم جيل يا سلام سوداني نسمة الفوم جيل بين شعوب الدنيا بنت منبع الطيب الأصيل بين شعوب الدنيا بنت منبع بلاصيلة لا بهو شوق شوق وطن عز وخليل أنا لا بهو شوق شوق وطن عز وخليل
وطن بعز وبأمجاد
تشوف يساوينا يبقى حنينا لباكر معدية وطن سمح الخصال فيه معاي مثل ما نبنيه ونكبر في البلاد البلاد غيره نجيب تكسير لما نطير في الدموع فيه عيدية وطن أيمان وهي الفرحة لون الموجود حار إشراق المرابية وطن أيمان وهي الفرحة لون الموجود حار إشراق وطن أيمان وهي الفرحة في المراقبية. نحبك يا وطني حتى بعز ومثال بواريخ بعيون تحرس خطى الأجيال بواريخ بعيون تحرس خطى الأجيال ومجدك صاحب النخوة سهول الجبال ومجدك صاحب النخوة سهول الجبال وطن المسؤول وطن المسؤول وطن المسؤول الغناوي تحوم الغناوي تحوم
الوطن مسؤول، وطن مسؤول، وطن مسؤول. وطن ضفاني وخايل عليك معاني القوة حجم الدهور، وما والعزة والغير ولا مشهور عليك الطول، ولا مشهود عليك الطول. وطن من قبلة الأسلام سمح مخذول، سمح مخذول. وطن من قبلة الأسلام سمح مخذول، سمح مخذول. وطن مسؤول، وطن مسؤول، وطن مسؤول، وطن مسؤول، وطن مسؤول، وطن مسؤول. نحبك يا وطني حتى جلس ونساء، تواريخ عيون تحرس فوق الأجيال، ومجدك صاحب النهوة سيول جبال. وطن مسؤول، وطن مسؤول، وطن مسؤول، وطن مسؤول. We'll be right back.
تكون دايما مغامر مكفور ونقص
Yeah.
صفحة التاريخ معادي اللي هو مستقبلي احسف التهريب معادي ليه مستقبل. والحلال والرقص رايات العين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على معلم البشرية الأوحد محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. من يجلسون على الكراسي الأمامية كل حسب مقامه، أنا أحيي وأرجو أن لا أكون قد أخطأت في البروتوكول. أحيي أخي الأصغر الدكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام، وأحيي أيضا أخي الأصغر سعادة الوالي وكل الوزراء والمدراء، وودت أن أحييكم جميعا. ولكن قبل ذلك كله أحيي الفضليات الكريمات اللائي يجلسنا في الصفوف الخلفية. طيب أنا ما قاعد أتكلم كثير، وأنا قاعد أتكلم كثير فعلا. أقول دائما لما نكون في برنامج ومعاي ابني مخرج الرواية، مخرج الممتاز جدا ولدي، لأنه أنا دخلته الإعلام، الأستاذ شكرا الله خلف الله، وهو قاعد يحذرني يقول لي يا أستاذي عندك 3 دقائق. أقول يا جماعة هذا يوم من أيام السودان الجميلة جدا 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 جدا. لماذا؟ لأنه دائما أنا قاعد أقول يا جماعة عندنا 67 سنة ما معقول نكون عملنا 6 مهرجانات بس قومية. فأنا أفتكر الآن أخي الأصغر أوصيك خيرا أن تصنع فعلا استراتيجيا قوميا، امضي ونحن معك إذا أمد الله في العمر، لأن الثقافة فعلا تقود الحياة. فهنيئا لك أخي الأصغر هذا النجاح الباهر، ومحل ما تقولوا دارين أنا منجي، نحن شخصيات قومية ومؤمنين تماما كما يعلم اخي الازرق سعادة الوالي. دائما انا قاعد اقول الكلام ده. ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الامسيه. لا اود ان اتحدث عن اللجنه، لكن بمجرد ما انعقد الاجتماع جينا وقعدنا ووضعنا المعايير المتفق عليها عالميا في مثل هذه المهرجانات، وأعملناها وقصدنا أن يكون هذا المهرجان للشباب ليس حسبا على الكبار، لكن داير أقول الشباب لأنهم هم الحاضر وكل المستقبل. فأجاني منكم انتباريح الهواء.
وصف بزعم يا جميل وبعدت عنك ورمطالبي النوى إذا لي أسيبك مستحيل. تبقى سيرتك هي الكلام وتبقى صوتك هي الرؤى الحلوة البعيشة في صحوتي أو حتى في عز المنام، ويبقى اسمك هو الغنى ما هو اللي بيخفف لي عذابات الضنا. ما شفت منك يا من الروح يا أنا وصف بزعب يا جميل وبعدت عنك ولما طالبي النوى بقلي أسيبك مستحيل. بشكي ليكم يا مظالم الهوى، بشكي ليكم يا مظالم الهوى، أصلي مجروح مرتين يمكن ألقى الزي فيكم طاق جراح الحب ومتعذب سنين، ويمكن ألقى وصفة تنفع ولا يمكن ألقى حاجة تخفف الجرح القديم، حاجة تشفع مجاني منك ومن تباريح الهوى. وصفه بيصعب يا جميل وبعدت عنك ورمى طالبي النوى بقلي أسيبك مستحيل 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 مستحيل. دعونا جميعا نتمنى الشفاء العاجل للفنان الأستاذ المربي محمد مرغني، وإن شاء الله يقوم بالسلامة. هو الذي صدح بهذه الأغنية ولحن الراحل المرحوم الذي فقدناه قبل سنة وبضعة شهور الموسيقار أستاذ الموسيقى ربنا يرحمه ويجعل البركة في أولاده محمد سراج الدين. وتسجل هذا العمل عام 1976. شكرا جزيلا. ونحن هسه خاشين هنا مع الأساتذة ديل عشان نقوم نعمل النتيجة. أخي الأكبر الدكتور إرهاب عبد القادر وزير الثقافة والإعلام، وتمتد ظلال تحياتي لتشمل الأخ العزيز صديق المبدعين عموما الأخ الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم، وقد شهدنا له ذلك الاصطفاف خلف المبدعين في زيارته لهم في دورهم مؤازرا ومشجعا وداعما، ويغيني أنه اليوم وسط هذه الكوكب المبدعين من شبابنا المبدع وسط أهله وأحبابه وليس بالضيف الأخ الكريم دكتور جرهام عبد القادر أخوان ولاية الخرطوم، أخ الكريم وكيل وزارة الثقافة والإعلام، الإخوة والأحباب من المشتغلين بالثقافة وبالفنون والآداب. اجتمعت لجنتنا أكثر من 10 اجتماعات، وحقيقة دهشنا لذلك المستوى الرائع والرفيع لإبداعات شبابنا، ذلك أن هنالك بعض الأصوات الشعرية وبعض الأصوات الغنائية تشارك لأول مرة في فعالية مثل هذه الفعاليات، وقد تبدت لنا أعمال غاية في الروعة والجمال والإدهاش، وهي تؤكد على تواصلية الأجيال وتؤكد على أننا مقبلون على أصوات شعرية وعلى أصوات غنائية لا جدال في أنها يوما ستكون من الأنجب الزوايا في فضاءات الثقافة والآداب والفنون. وردت إلينا حوالي 30 عملا غنائيا، وحقيقة صعب علينا أن نميز بين هذا وذاك وذلك تقارب المستوى، لكن لا بد من أن يكون هنالك أول وثاني وثالث ورابع. هذه بعضا من نواميس المسابقات، وبخضوع للمعايير والمقاييس رأينا أن هنالك 10 أعمال وهي تلك التي استمعتم إليها الآن جديرة بأن تقدم أمامكم. وهنالك من الفائزين 3 مبدعين شباب سينالوا المراكز الأولى، المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث. يحمد لك أخي دكتور جرهام عبد القادر أنك دفعت بهذه المسابقة في وقت حقا
نحن نحتاج إلى إزكاء الحس الوطني في نفوس شبابنا. وتاريخ الغناء الوطني في السودان يمتد عبر قرون وقرون، بدءا بخليل فرح ويوسف مصطفى التني ومحمد عوض الكريم القرشي ومبارك المغربي وعمر البنا وعبيد عبد الرحمن وعشرات من الأسماء التي رفضت مسيرة الغناء الوطني في السودان. فحقيقة شكرا لوزارة الثقافة والإعلام، شكرا لها هذه المبادرة الوطنية العظيمة، هذه المبادرة الإبداعية الكبيرة التي تدفع وتحرض بشبابنا نحو تلك القيم الوطنية التي نؤمل كثيرا عليها في أنها ستكون في وجدان هذا الشباب. أخي محمد. شكرا لك الأستاذ مختار ضفع الله. زي ما الأستاذ التجاني قدم برضو قدم لنا حاجة. يا إخواننا اليوم يوم قراية شعر وطني، وبعدين طيب أنا حاقرأ برضو واحدة تمازجت ما بين الوطن والعاطفة، إحدى أغنيات الأخ الصديق الفنان الكبير صلاح مصطفى، يا شدر بلدي وبيوتا، يا ربيع ما هان عليه ويمر بحاراتنا ويفوتا، يا أماسين الحبيبة وأمنيات صبحت قريبة، ويا مطر ساقي المرابيع الجديبة، يا ربيع في عمري باسم، يا فرح كل المواسم، ويا لعيونك لما أرحل بيبقوا لي أجمل عواصم، ولو جفتني في يوم عيونك من صدود ماني خايف، وصيفي عينيك شايف رقصة الموج في الشواطي وبهجة الناس في المصايف، والدراويش لما يغرقوا في الذكر وذكر النبي الله الخدر، والعلاقة بين أناملك والقطايف، واتكاءات العصاري، نزعة الشوك في الجماري، والخدار الداب وفرهد وشر في كل الصحاري، والشمس لا من تقيف بعزة في الفاصل المداري. شكرا جزيلا. الحضور الكريم، كل مقاماتكم السامية، مرحب بكم، شرفتونا في هذه الليلة. في الحقيقة لابد أن نوضح بعض الأشياء، إنه الفترة كانت قصيرة جدا لتقديم هذه الأغنيات من الإعلان، أقل من 40 يوما، ولكن تجاوب معنا أولئك المبدعين وقدموا أعمالهم. ولو كان المسافة أو المساحة كبيرة كان اشترك عدد كبير، وقطعا نحن نسمن هذا الدور ونشيد بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة التي عملت هذا العمل ودعمت هذا العمل وقدمته وحركت الساحة الغنائية الموسيقية. الغناء للوطن أم هام جدا في هذه اللحظة وفي هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها من خلافات ومن جهوية ومن قبلية. قطعا أهل الغناء وأهل الثقافة دائما هم الذين يقرؤون الواقع ويتحدثون إليه، ويكفي أن الأدباء في سنة 38 عندما احتدم النقاش وحصل الانشقاق قالوا ما لكم كلما دهتكم خطوب لم تزدكم إلا اختلافا وبعدا، أصلحوا ما بينكم، أصلحوا ما بينكم، إن خلف الآكام أمر عدة. وتجاوز أهل السياسة وأهل السودان تلك المحنة، وتم تقرير المصير بأن يكون السودان مستقلا، واتفق الجميع. نتمنى أن يتفق أهل السياسة في هذه الأيام حتى يسمو هذا الوطن، هذا الوطن الكبير الذي ظل الناس يتغنون له من فجوءات رعاه العناية منذ بواكير الزمن، بحبك يا وطن، أبشورو، محمد وردي، محمد اللمين، الخليل فرح، كلهم غنوا للوطن. حتى الأهالي كانوا يقدمون أهازيجهم
عندما اشتد عليهم الحال وهم في أرض الوطن. الهجين واحد ساعي لهم خلبة، ناس العمدة جو شالوا له الطلبة، كانوا الناس في زمن الإنجليز أيضا يتغنون. مهير بتعبود كثير من الشخصيات ظلت تنادي وتغني لهذا الوطن العظيم، تغني للعمل لعدم التشرذم والدعوة للعمل. وأنا أشكر اللجنة التي صبرت فترات طويلة جدا لإنجاز هذا العمل، والفرقة الموسيقية يا جماعة كانت رائعة رائعة رائعة، قضت ساعات كثيرة جدا. شكرا لوزارة الثقافة، شكرا لسعادة الوالي، وشكرا لكلكم كلكم. والواحد يعني أنا درجت العادة حتى لما كنت مدرس بخاف جدا من تقديم النتائج الأول والثاني، لكن هذا إبداع والحمد لله. ده ما رأيي أنا، ده رأي اللجنة. افتكر قبل ما تبدأ النتائج بالمناسبة جوار الرجل يعني ما شاء الله الذي بذل جهدا كبيرا في قيادة الفرقة، وأنتم موعودون معه في أوبريت اسمه خلوا الفات، هشوفوه إن شاء الله يوم 6 في هذا المكان بإذن تعالى. جوار شايف لغزني قال لي داير يتكلم، تفضل. أولا النتائج دي بقول لأبنائنا المبدعين، النتائج دي حد الليلة الأول والثاني والثالث لك والرابع، لكن أنا يعني برجو من السيد الوزير إنه يصدر قرار لمنصبيه في الإدارات الإعلامية كافة بأن تسجل هذه الأعمال تسجيلا رسميا لتحفظ هؤلاء الشباب حقوقهم، ويحفزوا الشعراء والملحنين والمغنين، لأن أنا بفتكر ده زمانهم يغنوا فيه للوطن زي ما هم عايزين. ربنا يحفظكم إن شاء الله. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا. أيضا في هذه الليلة وبما أن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة مسؤولة من حقوق الأداء العلني وحقوق الشعراء، جرت العادة أنه الشاعر والملحن بيروح في الزفة والناس بيشيلوا قروشه. أقررنا في اللجنة بأنه تلت الجائزة تمشي كالآتي: الشاعر تلت، الملحن تلت، والمغني تلت، لكن ناس التومات دي لازم ربع ربع ربع. أخونا أو ابننا نجي أغنيته نالت الإعجاب لما لها من تغييرات وبنحييه ونال المرتبة الأولى. لو ما جيت برضو حق قاعد يعني. يلا يا نجدي. العمل الثاني مبروك نجدي، العمل الأول والمتسابق الذي حاز على أعلى الأصوات من اللجنة وأيضا من الشباب في المسرح الذين تجاوبوا مع أدائه الرائع، ولديه حضور مسرحي طاغي. العمل الثاني افتكر كلكم أكلتوا باصة سيجا ورغيف سيجا. طيب سيجا الطيب يعقوب، العمل الثاني الطيب من الأصوات المتميزة، ونتمنى أن تتبناه مجموعة من الأصوات الشعرية لأنه صاحب حنجرة. استمعنا إليه وهو يغني للإمبراطور وردي وللمبدع عثمان حسين ولعثمان الشفيع في مركز شباب درمان، فكان الطيب سيجا من الشباب الذين يبدعون دائما في أدائهم لهذه الأعمال لعمالقة الفن. الطيب سيجا مبروك المركز الثاني.
وله جماعة الأصوات دي كلها قريبة من بعض ولكن اتفقنا عليها وتومات مدني. تحية لتومات مدني، أصوات متميزة وأداء متميز وانسجام جميل. تحية لتومات مدني في المركز الثالث. صفاء ومروة، صفاء ومروة تومات ومدني، مبروك المركز الثالث. مبروك، ألف مبروك لتومات مدني الحائزات على المركز الثالث. مبروك، أداء متميز وأصوات جميلة وعمل رائع. وأخيرا بنتنا شذا عبد الله، مبروك شذا، شذا عبد الله أداء متميز ومتفرد وصوت جميل، المركز الرابع شذا عبد الله. مبروك للأصوات التي حازت على هذه المراتب، نجدي في المرتبة الأولى وطيب سيقة في المرتبة الثانية وتومات مدني في الثالثة وشذا عبد الله في المرتبة الرابعة. مبروك شذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد الوالي، السادة أعضاء اللجنة، النجوم الكبار من الفنانين، كل الحضور الكريم، يلا نغني ونحن في السودان نهو أوطانا. وقلنا زمان يا الغريب يلا لوطنك، هذه قيم وهذه ثوابت قامت عليها حياة أهل السودان. نقول لكم كلكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الاستقلال وبمناسبة عيد ميلاد المسيح وبمناسبة ثورة ديسمبر المجيدة ورأس السنة وكلها أعياد، ونتمنى أن يكون السودان دوما في أعياد وفي لقاءات مستمرة. الفنون فكر يقود الناس للسلام والمحبة والتنمية، وليلة الأغنية الشبابية الوطنية دعوة لكل الشباب أن يقودوا بالثقافة والفن وطنهم ويفكروا في الوطن القوي المتماسك. ولأننا بالشباب نستطيع أن نلتقي دوما في بنية متماسكة لتنمية مستدامة لوطن يمكن أن يكون رمزا للقوة والثبات في الإقليم وفي العالم. بننتهز هذه السانحة إننا نرسل رسائل مهمة للسادة ولاة الولايات. نلتقي في 2023 وقد أقامت كل الولايات منافسات في كافة وسائط الإعلام المحلية لكل ضروب الفنون ليتم اختيار الأميز لتكون المشاركة القومية لكل الولايات، وإن شاء الله في هذا المسرح وفي غير هذا المسرح في المركز. الأمر الثاني، هذا التسابق بين الفنانين الشباب والشابات مؤشر ضروري بيقودنا إلى أن نقول إن السودان بخير، وأن يكون هؤلاء الشباب في عمر أقل من 40 سنة يقولوا كلمتهم شعرا ولحنا وغناء، وأن يتم اختيار كوكبة من خيرة العلماء والخبراء في مجال الموسيقى والشعر والتوزيع الموسيقي ليشرفوا على هذا الجهد اللي شفناه الليلة وسعدنا به الليلة. وأعتقد أنه الآلاف
من السودانيين في أطراف السودان المختلفة قد استمتعوا في هذا المساء بجهد أبنائهم من الشباب. نحن بننتهز هذه الساعة نحن لنوجه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن يقوم بتسجيل هذه الأعمال رسميا للإذاعة والتلفزيون وأن يتم إعادة بثه بصورة متواصلة لأن هذه هي القيم التي يجب أن نبني عليها أهل السودان وشباب السودان لأنه هم المستقبل ولأن هذا هو المطلوب أن نفكر في المستقبل. الأمر الثاني أدار نشير له أنه أن يتم إطلاق قناة الثقافة والتراث والسياحة في يناير 2023 الآن وقد بدأنا العمل التجريبي وتجاوزناه ونتمنى أن يتم الإطلاق في يناير وسيكون إن شاء الله في يناير قناتين قناة الثقافة والتراث والسياحة والقناة الإخبارية. الأمر الأخير المسرح القومي 2023 سيكون الهدف المحوري والأساسي المسرح القومي إعادة لهيبته صيانة لهذا المبنى وقد جربنا فيه كل السبل وسنصل إلى السبيل الأخير وتأكيد أهمية هذه المؤسسة وسنعمل على إنتاج أعمال لنعيد لهذا المسرح هيبته وأهميته. هذا يوم نسعد فيه إنه هو يوم للشباب ويوم للأغنية الوطنية ونحن في خواتيم 2022 مقبلين على 2023 نستطيع أن نقول إنه بجهد الخبراء والعلماء اللي شرفونا وقادوا هذا العمل أن يكون 2023 امتداد لهذا البدء الجميل والمميز وأن يكون المسرح حاضرا عملا وإنتاجا وأن تكون كل الفنون حاضرة ونتمنى إنه 2023 يكون عام للثقافة عام لكل ضروب الثقافة. ننتهز السانحة أيضا لنحيي كل فنانين الكبار وكل المثقفين في كل ضروب الفنون وفي الختام نقول كل عام وكل أهل السودان بخير والسودان بعافية والقلوب لو تصافت العنقريب يشيل 100. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد وزير الثقافة والإعلام نبقيك معنا على خشبة المسرح فقد قررت أنت أن تقدم جوائز تشجيعية للسبعة الذين لم يتمكنوا من دخول منافسات المراكز الأربعة التي حددتها اللجنة الفنية. الآن يتم تكريم من قبل السيد وزير الثقافة والإعلام أمجد السراج. تحية لك ندى وأنت الآن تقدمين الجائزة للسيد الوزير لتقديمها لأمجد السراج. التحية للأخ عبد الحفيظ شعبي هذه الأسرة المغربية التي تشاركنا وهو رئيس الجالية السودانية بهولندا يشاركنا الآن الجالية العربية بهولندا يشاركنا هذا الاحتفاء والاحتفال. والتحية لك أيضا الأستاذ الشاعر أحمد محمد حاج والتحية للمشاركين. أيضا يتم تكريم اللجنة الفنية من السيد وزير الثقافة والإعلام والسياحة عبد الرحمن حمودة. عبد الرحمن حمودة الأمين الشيخ. الأمين الشيخ أيضا من المتميزين الأصوات الشابة التي أدت أداء رائعا. على الدين قسم الله. على الدين قسم الله. مودة مصطفى. مودة مصطفى من الأصوات النسوية التي شاركت عبر هذه الأمسية. موسى مهدي. موسى مهدي من المبدعين الشباب القادمين بقوة. شكرا لي السيد الوزير وهو يتبنى هذه الأصوات الفنية المشاركة عبر هذه الأمسية. مودة فضل عبد الرحمن نصر الدين. عبد الرحمن نصر الدين الآن يتم تكريم اللجنة الفنية دكتور عبد القادر سالم.
دكتور عبد القادر سالم رئيس اللجنه الفنيه المشرفه على هذا الاداء للمتسابقين والمتسابقات في هذه الاعمال الفنيه. محمد جبريل. محمد جبريل صديق العزيز للاعلاميين وللمذيعين وصاحب الطرفه والعزف الابداعي. محمد جبريل تحيه كبيره لمحمد جبريل عضو اللجنه الفنيه. بروفيسور الماحي سليمان. الموسيقار الماحي سليمان، مرحبا بك بروفيسور الماحي سليمان عضو اللجنه الفنيه. المتسابق موسى الان يتسلم الهدايا والجوائز. مرحبا بك دكتور النور. دكتور النور. الاستاذ الشاعر مرهف الاحساس مختار ضفع الله. الاستاذ مختار ضفع الله. الاستاذ التجاني الحاج موسى. الشاعر والاستاذ الاجيال المبدع. امي الله يسلمك، امي دار السلام، مرحبا بك وانت تكرم. تحيه للجنه الفنيه التي تكرم في هذه اللحظات. ايضا الاستاذ الموسيقار حيوه يا جماعه معانا محمد حامد جوار. تحيه للموسيقار و ديدبان هذه اللجنه، مقر اللجنه الفنيه الموسيقار محمد حامد جوار. تحيه على المجهود الكبير الذي بذله من اجل ان تخرج هذه الليله بهذا الثوب القشيب. التحيه للفرقه الموسيقيه التي قادت ابنائنا لهذه الاعمال الابداعيه، وتحيه للموسيقار محمد حامد جوار، تحيه خاصه لعطائه وادائه المتميز بلا كلل ولا ملل. 28 ديسمبر 2022 المسرح القومي ليلة الأغنية الوطنية للشباب، يلا نغني للوطن. شكرا لحضوركم ومشاركتكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك دكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، شكرا لحضورك الكريم والأنيق السيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، شكرا للجميع. وطني وطني وطني.
الرحمن وكان احمد مل الملام هيا يا شباب هيا الحمام وكان احمد مل الملام حريه كامله هي المرام تؤخذ ولا يفدي الكلام حذاري الوطن في يضام حذاري ان يصبح حطام جهل وفقر وانقسام هل نتحد وين نعيد لوطننا يا كرام وطني وطني من برنامجكم تواصل إلى جديد الملتقى نترككم بحفظ الله ورعايته.